سلام المسيح واهلا وسهلا بكم بتأملنا لهذا اليوم تحية عراقية لك وين ما بتكون نريد ناخذ تأمل هاليوم من مزمورين في العهد القديم مزمور 57 والعدد سبعة مكتوب ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم مزمور 112 العدد ستة و مكتوب لأنه لا يتزعزع إلى الدهر الصديق يكون لذكر أبدي لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا على الرب كل الأشياء اللي تعلمناها في طفولتنا وبالمدارس من ضمنها الحقائق اللي معتمدين عليها هي اليوم بصراحة معرضة أن تكون مواضيع للجدل والاستفهام والبحث بها مرة ومرتين وثلاثة وأكثر مثلا أنه كل كلنا نعرف أن الشمس تشرق كل صباح علينا من الشرق وتغرب في الغرب لكن بالحقيقة أن الشمس لا تشرق من الشرق ولا تغرب إلى الغرب، لكن الأرض هي اللي بتدور حول نفسها أمام الشمس، والشمس واقفة في مكانها. أغلب العالم من يتغرب ويلتجئ إلى أي دولة يذهب إلى الغرب بسبب الأمان. لكن الحقيقة هاليوم الغرب بيمر في مخاوف الحرب، في تحديات ولا واحد كان متوقع الأحداث اللي بيعيش فيها الغرب. مواضيع ثانية كثيرة لكن أكو عشرات الآيات في الكتاب المقدس بتذكر ثبات وأمانة الله الآيتين اللي قرأتهم تذكر عن ثبات المؤمن بالرب وبعوده في الحالتين بيذكر المرنم أنه قلبه ثابت لا على العالم ولا على المعلومات اللي بيعطيها العالم لكنه على الله وعلى كلمته ووعوده المؤمن بالرب ووعوده يقدر يشوف الأمور من منظور إلهي الرب وكلمته الكتاب المقدس ثابتين وما يتزعزعوا المسيح قال السماء والأرض يزولان لكن كلامي لا يزول أنت اليوم ثابت على شنو؟ أشجعك ترمي نفسك على الثابت إلى الأبد يسوع المسيح وكلمته خلينا نصلي وفعلا هاليوم نركز عيوننا على الصخرة اللي هو الرب يسوع. يا رب نشكرك بنعظم اسمك القدوس من اجل كلمتك الثابتة وعودك الثابتة. وانت يا رب اله الثابت لا تتغير، انت هو الامس واليوم وغدا والى الابد. كل الامور معرضة للتغيير لكن انت ثابت بامانتك بمحبتك وبعدلك. ساعدنا يا رب هاليوم انه فعلا نرتمي في حضنك. نرتمي يا رب على الثبات اللي أنت تعطينا إياه باسم المسيح يسوع أصلي آمين الرب يباركك